اتوقع يعني انت لديك مشكل فيما يخص يعني اذا انت اخي لديك مشكل فيما يخص التاسك بار، فقمت بزياره موقع لم تكن تستخدم مونتي فايروس، اختفى التاسك بار. اذا هذا مشكل فيما يخص التاسك بار. اذا ان شاء الله ساقوم بحلقه في هذا الموضوع، وهي كيف اقوم باسترجاع التاسك بار بعد عمل هذا ديسكتيفيت، لان يمكن كذلك ان تقوم فيروسات بالقيام بهذه العمليه. كذلك لديك اقوم بدا عندي ويندوز 8، اذا تريد يعني تريد استخدام ويندوز 8 مستقبلا، وتسال اي استخدم، هل دلتا او التيميت؟ انصحك بالتيميت. بالنسبه لي اذا كنت اريد ان افرمت الجهاز، كيف يمكنني ان ابقي الفايرفوكس واضافه، نعم السؤال الثالث غير مفهوم بالبتة، اذا ساتغاضى عنه. بعد اذنك اريد ان اطلب منك طلب صغير اذا لم يكن في احراج، الا وهو تعطيني الايميل الخاص بك للتكلم معك. مثلا يا اخي انا لدي حساب جيميل راغب امين@gmail.com، يعني يمكن ان اذا لديك مشكله او شيء من قبل تقوم بالاتصال بي، لانني بصراحه لا اضيف اغراض للهوتمان، يعني في الهوتمان الخاص بي. وساقول لك اذا بالنسبه للتاسك بار، اذا اجبتك بالنسبه للتاسك بار ان شاء الله ساقوم في حلقه في هذا الموضوع مشكله في تشغيل الام اس ان. نعم الاخ الذي لديك مشكله لو ما سعيد الروم، اذا لديك مشكله لديك في تشغيل الام اس ان، الصورة التي رأيت وهي أن ليس لديك كونكشن بالبتة، يعني ليس لديك اتصال على الانترنت، يعني عندك مشكل في الاي بي ادريس. فبالتالي يمكن تأكد من أن الجدار الناري لا يقوم ب يعني بوقف البرنامج إذا كان في هذا الحد، يعني حاول أن تقوم بديزاكتيفيت للفايروال، وإذا عمل البرنامج فقم بإضافة اكسبشن للفايروال. كذلك تأكد من عمل المتصفح انترنت اكسبلورر، تأكد من عمل المتصفح انترنت اكسبلورر، فغالبا المشكل اما بين المتصفح انترنت اكسبلورر او بين الفايروال. كم هو مقابل نقرة واحدة في اعلانات ادسنس في موقع thepro.com؟ اخي هذه الاسئلة هي اسئلة شخصية. ما متطلبات انشاء قناة رسمية على اليوتيوب؟ متطلبات انشاء قناة رسمية على اليوتيوب او يعني تريد ان تصبح يوتيوب بارتنر هو مقابل مادي بطبيعة الحال. كم؟ لا اعلم. تم ارسال لي هذه الرسالة كونت نو اكتيف، تم ارسال لك هذه الرسالة من ادسنس كونت نو اكتيف، اوكان كونت ادسنس اكزيست بور سي انفورماسيون دو كونيكس. اذا اوكان كونت اخي قمت بالتسجيل لم يتم قبولك في خطه جوجل ادسنس. السلام عليكم، عيد مبروك. حلقه فيما يخص جوجل ادورد، نعم اخي ساقوم بهذه الحلقه ان شاء الله واستخدام اليوبن كود بالنسبه لجوجل ادورد. جوجل نعم ان شاء الله ساقوم بهذه الحلقه، ولكن هذه الحلقات مجموعه الحلقات ستنزل في هذا الاسبوع والاسبوع القادم، يعني يكون على يقين. فان ممكن اريد ان تفيدني في بعض المرات. نعم لدي صفحة على الفيسبوك وكنت مسؤولها، وكنت يعني أنت شخص قمت بحذف يعني عن الخطأ، قمت بحذف نفسك يعني من لائحة الأدمينز، لا يمكن استرجاعك. وفي الحقيقة يعني حتى إذا يعني حاولت الاتصال بمديري الفيسبوك ف يعني إمكانية أن يقومون بإجابتك وحل المشكل هي ضئيلة جدا. يعني يمكن أن أقول لك أن لن أقول لا يمكن بالبتة، ولكن لديك لديك يعني نسبة الحظ 10%. لدي ديل فورسرو 3500، أردت تثبيت الجراف يعني النيتورك كارد، والحاسوب لا يتعرف على النيتورك كارد. من حسن حظك أن لدي نفس الحاسوب، فأنصحك أخي الكريم فقط أن ذلك السي دي هو السي دي كما يقول يعني بالمصرية خربان، والله خربان. ما أنصحك بالقيام به هو الذهاب إلى الشركة وتحميل يعني السوفتوير الخاص يعني من الشركة، من الدرايفر يعني بعد دخلك للسيريال إلى غير ذلك، و يعني قم بتحميل براد كام شيء من هذا القبيل لدي، يعني قم بتحميله من الشركة وإن شاء الله سيعمل معك، لأن شخصيا أنا لا تعمل معي تلك الدرايفرات المتواجدة في القرص. وجهة مشات نصير درايفر كارت، نعم إذا أجبتك. أما بعد يسعدني أني وجدت احدا له معرفه جيده مثلك ويمكن ان يساعدك. مرحبا بك اخي الكريم، وان شاء الله يعني احاول ان اجيب على كافه المشاكل الاخوان يعني من دون اي مشاكل، فقط يعني يجب الاخوان كذلك ان يساعدوني ويلتزموا بقوانين
قوانين الحلقة، يعني الكتابة باللغة العربية، وكذلك عدم السؤال عن البرامج لا غير ذلك من يعني القوانين التي حددناها في أول حلقة. يعني إذا كانت هذه الوسيلة لأصلحت أرجوك أن أساعدك. نعم، إذا أخي المشكلة يعني في الحقيقة أردت أن أساعدك يعني، ولكن مشكلك هو يعني لديك كذلك خمس فئة أن يتم إصلاحها، لأنه يستاهل إصلاحه يعني بشكل آخر، لأنه أنت قمت يعني تمتلك ميموار كارد وانكسرت، يعني لكي تقوم بإعادة تصليحها راه يجب أن تكون هنا ندخل يعني هذوك السنين اللي مشاو ليك راه يستحيل أنك تعاون تاني الحزوم، لأن هذيك لاكارت هي صغيرة، فهناك الميكرو يعني هناك خص أدوات خاصة، يعني خص أدوات خاصة جدا ليقوموا بإلحامها. هذه الأدوات في الحقيقة ما تتواجدش عند أي شخص، يمكن أنك تتواجد في المكاتب التحقيق الجنائي الإلكتروني بحال السيبر كوب، وهذو هما اللي كيكون عندهم هاد الادوات هادو. فمثلا شي واحد شي شخص كتحرق ليه هذيك لاكارت ولا هذا او هذا، فهما كيهمهم فقط داك السيركو انتغري، ما كيهمهمش باقي الاجزاء الخاصه من لاكارت. وبالتالي ف يعني حتى اذا تريد ان تبدا باي مصلح يعني من المصلحين اللي عندهم المحل راه يستحيل انه يصوب هذيك. غير باش نكونوا واضحين يعني على حسب التصور اللي عطيت في بالي ان مشاو لهذوك السنين كلهم طاروا، يعني طاروا هذوك السنين، فراه يستحيل ولكن يعني انا ما شفتش يعني. لو ممكن انك تعطيني غير الصوره انا بغيت نساعدك، انا يعني خلال الرساله ديالك حسيت بك وحسيت بمدى المشكل اللي فيها. حاول انك ترسل لي صوره، غادي نحاول انني غير فقط نشوف واش هاد لاكارت انت تقول صغيره ولكن ما عرفتش انا الحجم ديالها قداش، وبغيت نشوف المشكل يعني. حاول انك تدقق لي المشكل في الصوره باش نحاول انني نقدر نشوفوا شي حل، نقدر نشوفوا شي حل على حسب، ولكن غالبا الى الصوره اللي عطات في بالي فراه يستحيل. عندي حساب فيسبوك تم اختراقه ورجعت الباسورد من الايميل لكن طلب مني احد هويتي، يعني اجبت على هذا المشكل. اذا عجبت على كافه المشاكلكم التي توصلت بها، اشكركم على حسن تتبعكم. يمكنكم يعني يمكنكم الاتصال براغب امين على raghib@gmail.com. يمكن أن تسأل مشكلتك بطبيعة الحال التي يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية، أن تتضمن برامج سريالات أو كراكات، وإن شاء الله أجيبك عنها بدون أي مشاكل. وفي حالة عدم يعني إيجاد الإجابة أبحث لك عن الإجابة في محركات البحث وكذلك في الكتب الإلكترونية سواء أو الكتب العادية. إذا كان معكم راغب من فاشن سكيورتي، دمتم في أمان الله.